وقفت غرام واستأذنت من عزيزة وقالت: بعد إذنك يا ماما أنا هطلع. ردت عزيزة بحزن على حالها وقالت: روح يا بيتي. وبصت بعتاب لصقر اللي كان بيتابع غرام وهي ماشية بحزن، وأول ما مشيت شال إيده بسرعة من على غادة بقرف، لأنه ما كانش بيعمل كده إلا علشان يجرح غرام وبس ويخليها تحس باللي هي خليته يحس بيه. قطعهم دخول فاطمة وهي بتلقي التحية على الجميع وقالت: السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك يا بيتي؟ الحمد لله بخير يا عمي، ردت عزيزة وقالت: دايما يا رب يا بيتي. فينها غرام يا مرت عمي؟ طلعت يا بيتي، اطلعي لها. ماشي بعد إذنكم. وطلعت هي كمان وهي شايفة نظرات أدهم ليها بغضب من أول ما دخلت، لكنها تجاهلته وطلعت فوق لغرام. اتكلم أدهم وقال: أنا هطلع أعمل تليفون مهم بعد إذنكم. وراح ورا فاطمة وقال: يا فاطمة. التفتت فاطمة لما سمعت صوته وقالت: خير يا واد عمي، في حاجة؟ اتكلم بغضب وقال: صحيح انت هتكملي في الجامعة وكمان في مصر؟ ردت فاطمة ببرود: والله ده شيء ما يخصكش. مسك أدهم إيدها واتكلم بتحذير وقال: فاطمة اتحدتي زين. شدت إيديها منه بسرعة وقالت له بعند: انت ملكش حكم عليا، اللي بينا خلاص يا أدهم، كل واحد فينا بقى حر يعمل اللي عاوزه في حياته. اتكلم باستهزاء وقال: انت عملت كده عندي فيا، مش كده؟ مفكرة ان كده هغير عليك. بصت فاطمة في عينيه وردت بثقة وقالت: ده لو انا لسه عشجاك، لكن انت انتهيت من حياتي، ودلوقتي انت بقيت واد عمي وزي اخويا بالظبط. حس ادهم بنغزة في قلبه لما قالت اخر جملة وبصلها وقال: عندك حق يا بنت عمي، ربنا يوفقك. ابتسمت وهزت راسها بإيجاب، وقبل ما تمشي قالت له ببرود: قبل ما امشي نسيت ابارك لك عشان عرفت انك هتخطب، ألف مبروك يا واد عمي وربنا يتمم لك بخير. وسابته ومشي. كان جواه إحساس بيأكد تسرعه وإنه خلاص خسر أهم شخص في حياته. خبطت فاطمة على غرام وأول ما فتحت لها بصوا لبعض فترة طويلة وترموا الاتنين في حضن بعض يبكوا زي الأطفال وهما مش عارفين مين فيهم هتواسي التانية. وقفلوا الباب وفضلوا يعيطوا هما الاتنين، ولحد ما هديوا مسحت غرام دموعها واتكلمت بصوت باكي وقالت: طب انا وعارفه انا بعيط ليه، ها انت بقى بتعيطي ليه؟ هديت فاطمة وحكت لغرام كل حاجة حصلت من اول عشقها لأدهم من صغرهم وحبه ليها لحد اللحظة اللي اتكلموا فيها مع بعض من شوية. خبطت غرام راسها بايديها واتكلمت وقالت: وانا اللي كلمتك عشان تيجي تهوني عليا واخد رأيك، طلعتي محتاجة اللي يواسيكي يا عيني. بصت لها فاطمة وفجأة انفجروا الاتنين تاني في الضحك لحد ما حسوا ان هم احسن من قبل كده. وقالت فاطمة بضحك: احكيلي بقى انت كمان ايه اللي مضايقك. وحكت لها غرام هي كمان كل حاجة وتعامل صقر معاها ببرود وعلاقته بغادة كمان. بصت لها فاطمة واتكلمت بقلق وقالت: غلطانة يا خايتي، انت ازاي تعملك ده؟ ده انسان مش كويس، ازاي توافقيه على كلامه؟ ثم انتش ضمنك انه بعد ما ترجعي له يهمل صقر لحاله، ما يمكن يقتله برضك. فكرت غرام في كلام فاطمة ولقيت ان عندها حق واتكلمت بخوف وقالت: انا بس خفت عليه وقلت انه لما ابعد عنه جابر هيسيبه في حاله ومش هيأذيه، ده هددني بيه يا فاطمة وانا ما عنديش استعداد اضحي بصقر. يبقى كنت قلت له كل حاجة وما كنتش خبيتي عليه وكسرتيه كده؟ ازاي انا برضو اكسره؟ ردت فاطمة بحزن وقالت: انت ما تعرفيش انت عملتي ايه، انت دوستي على جرح صقر اللي كان بقاله سنين بيداويه. انا مش فاهمة حاجة من كلامك يا فاطمة، جرح ايه اللي بتتكلمي عنه؟ انا دوست عليه ازاي؟ اتنهدت فاطمة وسألت غرام: هو صقر ما جلكيش؟ غادة ما كانتش عايشة مع اهليه وكانت سايبة البيت لها سنين؟ لا معرفش، انا بس عرفت انها سايبة البيت، قلت يمكن كانت غضبانة ولا حاجة ورجعت. طبطبت فاطمة على ظهرها بحنان وقالت: عشان كده انا برضو استغربت. بص يا غرام، انا هحكي لك عشان انت لازم تعرفي كل حاجة.
اتكلمت غرام بقلق وقالت: تقولي لي ايه يا فاطمة؟ انتي قلقتيني، هو في حاجة انا معرفهاش؟ ايوه، الموضوع مش ان غدا كانت غضبانه زي ما انتي فاهمه. مسكت ايديها وقالت لها: اسمعيني زين يا غرام، صقر متجوز غدا بقاله 5 سنين وكان بيعشقها وهو اللي اختارها. غدا تبقى بنت شيخ البلد، وفي مره كان هناك عند ابوها وشافها وعشقها، ولما فتح عمي مرت عمي رفضت وما وافقتش على غدا بالذات، واللي عرفته ساعتها ان امها كانت عايزه تاخد عمي زمان من مرت عمي، وانها وقفت لها وفضحتها، وبعد كده راحت اتجوزت شيخ البلد عشان تغيظ مرت عمي، وعشان كده ما كانتش موافقه على جواز صقر من بنت الست دي، لانها كانت عارفاهم وعارفه ان غدا سماويه وشاربه من امها. بس صقر صمم واتجوز وعدى 2 سنين من غير خلفه، وطبعا الكل بقى بيتحدد، وخد غادة وراحوا على مصر عملوا تحاليل ورجعوا بعديها. صقر عرف ان العيب منها وخبى على الكل، حتى عمي ومرت عمي، وقال ان العيب منه هو عشان بيعشقها وخايف على مشاعرها، وعشان ما حدش يزعلها بكلمة كده ولا كده، وعمي ما يغصبش عليه انه يتجوز عليها. حست غرام بوجع في قلبها وقالت: للدرجة دي كان بيحبها؟ طبطبت عليها فاطمة وقالت لها: كان يا خيتي كان، وكملت كلامها وقالت: المهم أول ما جالك ده الدنيا اتقلبت، والبيت كله زعل إن صقر مش هيبقى له عيل من صلبه، وعمي قال له خلاص تسافر تتعالج. ردت غرام باستغراب وقالت: طيب وإيه المشكلة؟ بالعكس دي حاجة تخلي غادة تحب صقر أكتر، ما هو ده بقى اللي قلب الدنيا. صقر كان فاكر انها بتعشقه وانها اول ما تعرف كده هتوقف جنبه، لكن ساعتها بانت على اصلها وفضحته في كل حتة، ووقفت في قلب البيت وعلت حسها وقالت له: انا عايزة ابقى ام، وايه اللي يجبرني ان اعيش مع واحد معيوب؟ وقالت له: طلقني وإلا هرفع عليك قضية وافضحك واقول انك ما بتخلفش. شهقت غرام وتخيلت اللي حصل لصقر وصدمته في مراته وحبيبته، وكملت فاطمة وقالت: طبعا الصدمة كانت كبيرة على صقر، وكان مصدوم يا عيني من رد فعلها، بس ساعتها بقى ضربها حتة قلم يا غرام خلاها اتلوحت، وقال لها: انا مش معيوب، انت اللي ما بتخلفيش، واني قلت كده عشان محدش يحرجك، بس طلعتي ما تستهليش ومش هطلقك، وهتروحي تعيشي في بيت ابوكي زي البيت الواقف لحد ما قرر امتى طلقك. ومن ساعتها بقى صعب قوي ومش بيتحدث كتير وبيزعج على الفاضية والمليانة، وكان كلهم بيترعبوا منه. متهيألي اني ما شفتش ضحكة صقر الا لما انت دخلت البيت ده، ساعتها فعلا صقر اتغير وبقى واحد تاني. واقولك على حاجة، والله حتى وهو مع غادة قبل المشاكل دي ما كانش بيعاملها زي ما بيعاملك، هو كان مفكر نفسه بيعشقها، بس لا، هو ما عرفش العشق غير لما جابلك يا خيتي. اسأليني أنا شفته جابلك ده ودلوك. اوعي تخسريه يا غرام، صقر بيعشقك، بس انت بجهلك جرحتيه زي ما غدا عملت، قلتيله مش رايداك كأنه معيوب. طب انت خبرة معاملته الغدا دي بتأكد لي انه بيعشقك، لأنه أصلا مش طايقها، هو بيعمل كده عشان يوجعك زي ما وجعتيه. فضلت غرام مذهولة من اللي سمعته، وما كانتش عارفة تفرح لأنه بيحبها ولا تحزن لأنها سببت له جرح كبير. اتكلمت بخوف وقالت: طب والعمل دلوقتي يا فاطمة؟ أنا كده خسرت صقر، يعني مش هيسامحني؟ لا هيسامحك، هيسامحك طبعا، بس انت تحدتي معاه واحكي له كل حاجة وما تخبيش عليه. ونصيحة من أختك، اوعي تفرحي غدا فيكي ولا تديها الفرصة انها تاخده منك عشان هي ما تستهلوش. ولحد هنا استنوني في الجزء القادم، دمتم في أمان الله.